كان اليوم في اجتماع في تمام الساعة 11 صباحا، اجتماع للمجلس الأعلى للصحافة برئاسة الكاتب الأستاذ جلال عارف، وتم طرح أسماء عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير عدد من الصحف والمؤسسات الصحفية القومية. نتابع الآن جزء من هذا المؤتمر الصحفي. ما انتهى إليه اجتماع المجلس اليوم في قراراته هو تعيين السادة الأستاذ أحمد سيد النجار رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الأستاذ ياسر رزق رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم، الأستاذ جلاء جبلة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة التحرير، الأستاذ علاء حيدر رئيسا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، روز يوسف، الأستاذ عبد الصادق الشربجي دار المعارف، الدكتور حسن أبو طالب الشركة القومية، الشركة القومية للتوزيع السيد هلال، دار الهلال الأستاذ غالي محمد.